رئيس الوزراء عمل 65 لقاء مقابلة أو ربما أكتر من كده، 65 متخيلين في اعتذارات كتيرة جدا. اولا الخارجيه، نبدا بالسفير بدر عبد العاطي الذي اختير وزيرا او مرشحا لوزاره الخارجيه مع الهجره بدلا من الوزير سامح شكري والسفيره سهى الجندي. فضيحة دبلوماسية، استبعاد السفير المصري في ألمانيا لتورطه في فساد مالي. يا ترى عم بدر وزير خارجية الجميل الجديد بتاعنا عمل ايه؟ علمت الوفد ان بعثة من الرقابة الإدارية قامت مؤخرا بتفتيش مقري السفارة المصرية في برلين وإقامة السفير في منتصف ابريل الماضي، وتم التحقيق في فقد أموال ومقتنيات تقدر بحوالي ربع مليون يورو، ما يعادل حوالي 5 مليون جنيه مصري. تم التحقيق مع بدر البدور عبد العاطي السفير المصري في ألمانيا بتهمة شراء سيارة مرسيدس للسفارة المصرية وتسجيلها باسمه الشخصي. كما علمت الوفد أن بدر عبد العاطي أقر بالمخالفات المنسوبة إليه ووافق على رد المبالغ محل التحقيقات.